النقطة الثالثة أننا في الشتاء الثاني الذي تقام فيه صلاة الجمعة بعون الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، ولم يحصل مطر لا في الشتاء السابق ولا في الشتاء الحالي ولا في أي مكان أقيمت فيه صلاة الجمعة على الإطلاق. فالخطاب يكون لمنكري صلاة الجمعة ومعاندي صلاة الجمعة. حبيبي، صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم تأييده لها. فلذا يقول في الدعاء: اللهم افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. فحتى لو لم نكن يا ربي مستحقين لإدامة صلاة الجمعة، فدينك مستحق لإدامة صلاة الجمعة، فأدم لنا صلاة الجمعة.